اسمح لي ندخل في الحلقة ونتكلم عن الديون. يعني لما نقول الدين المالي، يعني عايزين نعرف الدين المالي وكيف أتعامل معه أنا على مستوى أخرج من عليه الزكاة إزاي؟ هل لما يرجع لي، هل إذا هناك فرق ما بين الديون المعدومة والديون المشكوك فيها والديون يعني المتأكد أنها ترجع لي تاني؟ طيب تعالى نفسر واحدة نفسر واحدة واحدة بقى. واحدة. فنبدأ بإيه؟ نبدأ ما هو الدين المالي وأقسامه، يعني ده أول شيء أنت حضرتك ده صحيح. ذكرته. طيب الدين ده حق مالي يثبت في ذمة الإنسان لغيره بسبب من الأسباب. فلما نقول حق مالي يثبت في ذمة الإنسان لغيره، يبقى لغيره ده يجيب لنا على طول ان في نوع من انواع الديون يكون من الانسان لغيره، من بني الانسان، من الانسان للعباد، وفي نوع يكون من الانسان لله. في ديون مني لله وفي ديون مني لغيره من الانسان، من بني الانسان. ديون مني لله. نعم. افرض انا قلت نذر علي لو شفى الله مريضي لأصدقن ب 100 جنيه. ده مؤكد، نادر مؤكد اهو. فده بقى ده دين في ذمتي لما المنظور يحصل. فبقى دين في ذمتي، دين لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. أنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وصار عندي 1,000,000 جنيه. والمليون دول مر عليهم الحول. وجب فيهم الزكاة ربع العشر 2.5%. بمجرد حلول ال حوالان الحول، الـ2.5% دول دين في ذمتي لله. لو انا انتقلت الى رحمة الله قبل ما التركة توزع، يقسموا منها الزكاة المستحقة علي، لانها مش بتاعتي، ده عليا، ده عليا. وفي دين العباد، انا اشتريت منك شيء، سيارة مثلا، وقلت لك بس اديني مهله هسدد لك ثمنها بعد شويه. فقلت لي ماشي. فبقى ده دين. انا وانا ماشي، او واحد ماشي راح خابط عربيه واحد فاتلفها له. قال له طب بس انا معيش فلوس دلوقتي، على اول الاسبوع الجاي هصلحها لك. اصبح دين عليه. عليه. واحد مثلا استلف من واحد. دي الصوره بقى الشائعه الشهيره. وهيرجعها له بعد شهر، فبقى دين في ذمته. فاحنا قلنا ايه؟ حق مالي يثبت في ذمة الانسان لغيره بسبب من الاسباب. في الامثلة اللي ضربناها كان في سبب البيع، كان في سبب اتلاف، الاتلاف، كان في سبب القرض. فهذا هو تعريف الدين المادي، الدين المالي. اقسامه بقى، اشرنا احنا الى قسم من هذه الاقسام. ففي دين يعني يكون ثابتا على الانسان في حق الله، ودين يكون ثابتا على الانسان في حق العباد. العباد. الدين منه حال ومنه مؤجل. حال ومؤجل يعني ايه؟ يعني انا سلفتك 1,000 جنيه وقلت لك لو سمحت سددهم لي بعد شهر. من هنا لغايه الشهر اما يجي ده اسمه مؤجل. أيوة. مؤجل يعني بعد شهر. جه الشهر النهارده 3/8 3/9 رفعت عليك سماعه التليفون، قلت فين يا استاذ حسن الدين اللي عليك؟ قلت يلا هو وقته حل، يعني حال. يبقى ده اسمه دين حال، يعني وقت ادائه قد حضر. في تقسيم تاني للدين، يقول لك في الدين ده منه ما هو مرجو الاداء ومنه ما هو غير مرجو الاداء، اللي هو احنا بنسميه الديون المشكوك فيها او الديون المعدومه او المعدومه. واحد انا سلفته، فلما سلفته اقر وقال لي في الوقت اللي متفقين عليه هيكون عندك، او جحد قال لي مالكش عندي حاجه. قلت له يا حبيبي انت كاتب لي ورقه اهي بخطك هوديها للقاضي، فيبقى انت رغم انك جحدت الا ان في مستند يثبت عليك الدين. دخلنا في نزاع قضائي ده مرجو الاداء. برضه. لكن غير مرجو الاداء، واحد جحد ومفيش بينه، قال لي اثبت بقى، عشان انت بتقول ان انا عليا فلوس، وريني بقى مين يشهد، في حد شهد؟ لا. كتبت لك ورقه؟ لا. لا. مالكش عندي حاجه، فده غير مرجو الاداء. او واحد مماطل كل ما اروح له يقول معلش اصل انا معيش، اصل فوت علينا بكره، اخبط ما يفتحش، فده ايه؟ غير مرجو الاداء. وغير مرجو، والمرجو ده منه الحال ومنه المؤجل. القسم الاخير من اقسام الديون المطلق والموثق. إيه؟ انا جيت قصدتك في مبلغ من المال، فانت اقرضتني اياه، خلاص ده مطلق، دين مطلق.
لا، قلت لي لا لو سمحت عشان ما فيش حد ضامن الموت من الحياة، سيب لي رهن، انت مش هتسدده لي بعد شهرين، سيب لي رهن، انت معاك ساعة سويسري ولا حاجة، سيبها لي رهن، والله سددت في الوقت المتفق عليه تاخد ساعتك وفوقيها بؤسة، ما سددتش حن ايه هتحتاج الساعة ولا هنتصرف بقى في الرهن ده واخد حقي وارجع لك الباقي. فده يعني ايه، يعني طوفة سريعة على معنى الدين المالي وأقسامه.